وثقت دمشق ريادتها لصناعة الحلويات الشامية بتصنيع أكبر علبة للحلويات في العالم. العلبة تحتوي على البقلاوة والكنافة المبرومة وزنود الست المصنعة من الفستق الحلبي الشهير ومن السمن الطبيعي والطحين والسكر، وقد نسقت قطع الحلوى داخل العلبة في أشكال لمعالم تاريخية وتراثية سورية مثل الجامع الأموي وقلعة حلب وقلعة الحصن وغيرها. صور 600 ألف قطعة ساهمت بإنشاء هذا العمل، و 6200 كان وزن العلبة مع الحلويات 12 طن و120 كيلو. وزن الحلويات فقط 4 طن و120 كيلو، بس وزن الحلويات. وقبل التهام الحلوى، تبقى وراء هذا الإنجاز المهارة التقليدية للصانع العربي واستخدام التقنيات الحديثة في صناعة الحلويات الشامية الشهيرة. حسين خلف، BBC.